قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بس داير الشيخ على الكلام ده، في أحد الصحف السودانية نشرت في حوار صحفي مع الشيخ مع شيخ الطريقة السمانية سفيان الخنجر، عنوان الحوار مكتوب فيه السلفية منبع الإرهاب والتطرف، وابن تيمية قال وقع في كثير من الأخطاء. دار في التفاصيل بتاعت الحوار قال السلفية دين من الزراطية وتكفيرين وهكذا يزوى أمور. دار الرد على الكلام ده. طيب يا جماعة، دي شبهة أصلا القتا من بدري ما يسمى بالخلافة العثمانية. جابوا الشبهة دي لما حاربوا دعوة التوحيد، ووصفوا دعوة التوحيد بعدة شبهات، منها قالوا جماعة الوهابية، ومنها قالوا جماعة المتطرفين المشددين. الشبهة دي جات من هناك، لأنه الدولة الوقت ذاك اللي بيسموها العثمانية دي أصلا دولة صوفية قامت على الشرك وعلى بناء القباب وعبادتها وعبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة بالأولياء والصالحين ومشايخ الطرق الصوفية. فبقت الشبهة دي ماشية عند الصوفية لحد الليلة، وشبهة ما عندها دليل أصلا، ما عندها دليل إنه جماعة دول جماعة متطرفين. والغريب إنه اللي بيحاربوا التطرف هم السلفيين أهل التوحيد. أديك مثال بسيط ولا تمشي بعيد الماضي البعيد. الآن في بلدنا دي داعش لما كانت على في أوج قوتها وبتضبع في الجماعة وتقطع في الاثنين وتقطع في النخرين، الشيوخ ده كلهم كانوا خايفين، حزب شنو حزب شنو، بأنصار السنة ذاتهم كانوا لابدين. واحد من شيوخ أنصار السنة سألوه من داعش في الجامع، قال لهم لا السؤال ده خليه شوية بس. في الوقت داك ذاته نحن الوحيدين اللي قمنا محاضرة كبرى حضروا أكثر من 7000 شخص قدامنا في قاعة الصداقة اسمها خطر داعش، موجودة في اليوتيوب تلقاها قاعدة ماشية. نحن ما تقول لي قاعد نقول كلام ساكت، تكلمنا عن داعش وإنه ده المشددين ومتطرفين وده الخوارج. قال عن مثلهم النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب النار، وقال عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان. نحن الوحيدين اللي تكلمنا. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.